مبروك. مستر ايميل بعت ايميل بموافقته للفكره، وراح نبلش بالتنفيذ من بكره. لكن حتى الميزانيه اللي كنا شاكين انه يوافق عليها اخذنا عليها الموافقه وبكل سهوله. بصراحه توقعت ياخذ اكثر وقت يرد علينا. الايميل مبعوث من الموبايل، الظاهر كان موافق نحن بالاجتماع بس ما حبيت جواب. الحمد لله. هالشي بيرجع للفكره اللي قدمته. صحيح نحن تيم، بس الفكره بترجع لعمر، وحده بيستاهل كل التشجيع المعنوي. برافو عمر، انت يوم عن يوم عم تثبت لي انك قد الثقه اللي عم بعطيك اياها. صدقني هذا بفضلك استاذ. تفضل. في شي نادين؟ لا ما في شي، بس شفتك راجعة مش عبعدك، جيت لشوف شو بكي. ما في شي نادين، بس رفيقتي نحن عم نتغدى اجاها خبر مش حلو وقلب الجو على نكد. عادي بتصير. اوكي، بس عن جد انشغل بيه. عن جد انت كتير طيبة، نياله اللي رح ياخدك. لك الله ياخده اذا عم بحس. شو القصة؟ ما هو لأنه ما في قصة عم بقول هيك. جاية، جاية الأيام. طيب، أنا رح فوت كمل شغلة، إذا عزت الشيء قولي لي. أوكي. نادين، آدم بمكتبه؟ إيه، كان عنده عمر ومية بمكتبه، ما بعرف إذا بعدهم، بديك منه شيء؟ لا، هلا أنا بحكي. أوكي. الو، مشغول؟ يلا انا جاي. سادي سادي، لك قوم بقى سادي، انه ما رحت على المدرسه ونايم لهلا وخلص النهار، حضرتك اكيد سهران كل الليل على البلاي ستيشن والانترنت. شو هالازعاج هلا؟ شو صاير بالدنيا يعني؟ ولك يلا قوم صحصح بقى. قديش الساعة؟ الساعة 6. بعدين حكيتك الصبح وخبرتك انه امك راجعة اليوم، وانت اخر همك اللي صاير معها. طيارتها على 8:10، في وقت. بدك اياها تجي وتشوف هالانفجار اللي داري بأوضتك؟ ومن كل عقلك امك تفوت على الاوضه وتشوفها باللي هي فيه؟ امك مارقه بظروف صعبه ونحن واجبنا نوقف حدها مش نزيد عليها. يلا قوم رتب الاوضه. خلص الك مني، لما تجي امي تشوف الاوضه مرتبه، بس هلا اتركيني بشرفك. تركيني ياسمين. ولشو هالتنبله هاي؟ يلا شادي بليز قوم، بعدين البيت ناقصه كتير غراض، بدك تنزل على السوبر ماركت تجيبهم. يا ربي يا ربي ارحميني ياسمين. قول اللي بدك اياه، بس ما معك أكتر من 5 دقايق.